وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة لشؤون الزراعة والثروة البحرية أن الحملات التفتيشية تهدف لتعزيز المخزون السمكي وضبط عملية الصيد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين. تتعدد أهداف الحملة الوطنية لحماية الثروة البحرية ما بين حماية الثروة البحرية والرامي لحماية الثروة البحرية والمخزون السمكي من خلال ضبط مختلف التجاوزات المتعلقة بالثروة البحرية سواء داخل البحر أو على السواحل أو خلال عملية بيع الأسماك في الأسواق. كما تهدف الحملة إلى توعية مرتادي البحر بالقوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة عملية الصيد التجاري للأسماك وكذلك بالنسبة للهواء والعمالة المرتبطة بهما، وذلك أيضا في التركيز حملات التفتيش في كانت تهدف الفترة الصباحية والآن تمر في عملية التفتيش في الفترة المسائية. تجاوزت العمليات التفتيشية إلى 2036 عملية تفتيشية. التفتيش يهدف مثل ما شرنا إلى تعزيز المخزون السمكي وضبط سير العملية الصيد في مياه الإقليمية لمملكة البحرين.